عبد المغير الخيلي على رابع المراكز، والمركز الخامس سوقان مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي على المركز الخامس، سادسا هناك يتواجد فيها سلهود سيف بن محمد بن سعيد المنصوري على المركز السادس، وسابع المراكز نتأخر قليلا لكي نوافيكم هنا بالمراكز، مركز انت هو مركز، هناك يتواجد طبيب عبيد بن ناصر بقبي المنصوري على المركز السابع، والمركز الثامن يتواجد شاهين سعيد بن حمد بن سالم الدرعي، وتاسع المراكز والوصول هناك من سراب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي، هنا يتواجد على تاسع المراكز، والمركز هنا العودة إلى الصدارة والعودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وسكان المقدمة من هناك على القمة، والصدارة من غير من بدل، ولكن الصدارة ما زالت في قبضة شاهين مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، من يتصدر المجموعة ويسير على نهجه ودرب الأوائل في انطلاقاته هذا الصباح، والرحلات الطويلة 8 كيلومترات رحلات البحث عن الانتصار وعن الناموس. المركز الثاني هناك هملول سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، هنا يتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث ونقلتنا الى حامل الرقم 11، هنا سراب جمعة بن عامر بن مشعان المنصوري على ثالث المراكز. العودة الى المقدمة والعودة الى الصدارة والعودة الى الريادة والمقدمة والتنافس، هنا من لائحة 1200 بدأ التنافس وبدا الجد والاجتهاد، ولكن المقدمة والصدارة والريادة. الله 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 على التحدي والانطلاق، ولكن هملول على المقدمة لم يستسلم، ولكن هنا انطلاقه مع سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، والتسلل في هذه اللحظات الجميلة من سوقان مسلم بن ناصر بن يعان الشومسي. الله 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 الله، وصل الواصلين في هذه اللحظات، وصل الواصلين محشيم، وصل وأول الواصلين على ثالث المراكز مع محمد بن سعيد بن ناصر آل سودين، والمركز الرابع هنا يصل في شاهين مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. وين الله هنا ألف الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، والمقدمة والصدارة والريادة. الله 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 الله، سوقان يا سوقان ينطلق بالمركز الأول، ينطلق بالتحدي الجميل، بالانطلاق المميز مع اللحظات الجميلة واللحظات الحرجة، ولكن هملول يصل، هملول يتسلل، هملول ينطلق، هملول سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، ويصل هنا أيضا سراب مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي، ولكن المقدمة ما زالت هنا، ما زالت مع سوقان، سوقان سوقان ولا هملول، هملول ولا سوقان، سوقان ولا هملول، ولكن هملول، هملول يا هملول هنا ينتزق، شاف الثيل، شاف الثيل، شاف المنصة، شاف خط النهاية، انطلق بالناموس، انطلق بالتحدي، انطلق بالانطلاق المميز والمسار الصحيح. هملول يا هملول بقيادة سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، انتصر المنصوري في هذه اللحظات الجميلة وسجل اسمه بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس المالك هملول سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثاني يصل فيه سراب مبارك بن جمعه بن مغير الخيالي، والمركز الثالث هناك سوقان مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي، والمركز الرابع هنا يصل فيه حشيم محمد بن سعيد بن ناصر السودين، والمركز الخامس هنا يصل على خامس المراكز طبيب عبيد بن ناصر بقبي المنصوري. اذا نعود ونهني مالك هملول سيف بن غالب بن سلطان المنصوري من انتصر في هذا الشوط بقيادة هنا هملول، من انتزع المركز الأول في اللحظات الأخيرة واللحظات الحرجة، وسجل هنا توقيت وقدره 13 دقيقة 53 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس المالك هملول سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، تهانينا والناموس له على هذا الفوز المستحق والجميل. المركز الثاني والوصول هنا
إسراب يصل في هذه اللحظات مع مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي وسجل توقيت وقدره 13 دقيقة 55 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث والوصول هنا وصل على ثالث المراكز سوقان مسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي وسجل توقيت وقدره 13 دقيقة 56 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع وحظ أوفر الذي لم يحالفهم الحظ.